بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا، كل سنة وأنتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. الأول أقول شوية معلومات عن الكعبة، تمام؟ وبعد كده نشرح مكونات الكعبة، كأننا إيه يعني لما إن شاء الله ربنا كده يكتبها لنا جميعا، لما حد يروح هناك يعرف إزاي يطوف حول الكعبة ويبقى عنده نبذة عن مكونات الكعبة. أولا، الكعبة دي لها أسماء عدة، منها الرحلة، من أسمائها الإيه؟ الرحلة. اسمها إيه؟ الرحلة. سميت بذلك لأن الناس يرحلون إليها قاصدين الكعبة، بيت الله الحرام. ومن أسمائها بيت الله، وأضيفت إلى الله إضافة تشريف وتعظيم، وهي فوقها البيت المعمور الذي في السماء السابعة، الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك. الكعبة لها سقفان، سقف أول وسقف ثاني، بين السقفين تقريبا نصف متر تقريبا. الكعبة أول بناء ذكر في القرآن الكريم هو بناء سيدنا إبراهيم عليه السلام، مع أن احنا اتكلمنا عن خطبة قبل كده تاريخ بناء الكعبة. الكعبة بنيت 11 مرة، أول من بناها سيدنا آدم، وبناها شيث ابن آدم عليهما السلام، بنيت أبنية عدة. مش معنى ربنا ذكر سيدنا إبراهيم بالذات، قال العلماء لأن إبراهيم عليه السلام هو أول من فرض الله عليه الحج. كان قبل كده الناس بتحج، لكن كان الحج في حقهم سنة وليس إيه؟ فرض. فلما قال الله تعالى لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، أصبح الحج إيه؟ فرض. ولذلك ذكر الله بناء إبراهيم عليه السلام. أيضا من المعلومات التي حول الكعبة أن الكعبة أول من كساها رجل يسمى أبو كرب، أول من كساها رجل يسمى أبو كرب. ثم بعد ذلك كسيت الكعبة، وكان كسوة الكعبة كانت كسوة الكعبة تخرج من مصر، من عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لغاية عهد الرئيس جمال عبد الناصر. عام 1962 توقف خروج الكسوة، كسوة الكعبة من مصر لأسباب سياسية. كان في تصادم بين القيادتين السياسيتين في مصر، في المملكة العربية السعودية، فتوقف خروج الكسوة من مصر. كان في دار اسمها دار الخرنفش في القاهرة مخصصة لصناعة الكسوة، وكانت تخرج من مصر. لدرجة ان كان في عهد سنة 1949 الملك فاروق كان بيحتفظ بالكسوة، الكسوة كانت بتخرج من مصر تروح، والكسوة القديمة تيجي لهنا. ففي متاحف في مصر الملك فاروق كان بيحتفظ احيانا بأجزاء من الكسوة، منها باب التوبة مكتوب عليه أنه كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. آخر معلومة هنقولها وندخل بها في الشرح، كسوة الكعبة بتتكون من 8 قطع. تتكون من كم قطعة؟ 8. القطعة الأولى بتوضع هنا على هذا الباب، القطعة التالية يلي بما تليه كده، القطعة الثالثة بتوضع هنا، والقطعة الرابعة توضع هنا، ده الركن اليماني. القطعة الخامسة بتوضع الجنب ده، القطعة السادسة بتوضع هنا، القطعة السابعة توضع عند الحجر هنا، القطعة الثامنة توضع هنا. طب ايه الفايدة بقى اللي انا افهم القطع بالشكل دوت؟ انك لما تيجي تبص للكعبة تلاقي آيات قرآنية مكتوبة، فهتقرأها بالشكل ده كده هتلاقي الايه؟ الكلام منظم مضبوط، تمام؟ ندخل بقى لإيه؟ لشرح الكعبة. صلى على رسول الله. فين ال علشان أفهم الكعبة لازم لما أجي أقف عشان أفهمها كويس أقف هنا كده عند الحجر، عند الحجر ده اسمه الحجر، الحجر الأسود أو الحجر الإيه؟ الأسعد، وهو الحجر الذي ما مسه شيء من أنجاس، لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما كان أسود، يعني هو نزل أبيض ضوءه أشد من ضوء الشمس، تمام؟ فبقف هنا كده هوت علشان أفهم إزاي الكعبة بتتشكل أو بتتكون. أول حاجة عندنا الجهات الأربع،
تمام؟ عندنا جهة اسمها جهة الشمال كده شمال، وعندي جهة اسمها جهة الجنوب، يبقى شمال ايه؟ جنوب. عندي جهة الشرق وعندي جهة الغرب، شمال جنوب شرق غرب. تاني، شمال جنوب شرق غرب. هنا بقى لما اجي اقف ده اسمه الركن الشمال الشرقي. الشرقي ليه سمي بالركن الشرقي؟ لمواجهته لجهة الشرق، يبقى ده اسمه الركن الايه؟ الشرقي. ويسمى بركن الحجر الأسود لأن به الحجر، تمام؟ ولما اجي ابدأ الطواف ببدأ عند هذا الركن، عند الحجر ده، لازم اقف كده عند الحجر، ما اقفش قبله ولا اقف بعده. لو وقفت بعد الحجر وطفت طوافي فاسد وباطل، لازم اقف بمحاذاة الايه؟ الحجر. حتى زمان كانوا عاملين خط اسمه خط المرمر البني، حتى نعمله باللون البني ده، دليل على ان هذا علامة على بدء الطواف والانتهاء منه. الحاج يطوف الطوق الشوط ويقف عند هنا، لما يقف عند الحجر يبقى وطاف ايه؟ شوط، تمام؟ لما لو وقف بعده او قبله يبقى الشوط بتاعه ايه؟ بتاعه فاسد. يبقى اول ركن اسمه الركن يا جماعة الشرقي، او ركن الحجر الايه؟ الاسود. الحاج لما يجي بيطوف بيطوف يطوف يقف عند هذا الركن. الركن ده اسمه الركن ايه؟ ده الركن الشمالي او العراقي. اسمه الركن الشمالي او الركن الايه؟ العراقي. سمي بذلك لمواجهته لجهة الشمال تقريبا، ولمواجهته لجهة العراق. يبقى انا عندي كده ركنين، ركن شرقي او ركن الحجر الاسود والركن الشمالي العراقي. الحاج بيطوف، وهو بيطوف خلي بالك بقى في الكعبة هناك في حاجة بيضة كده، دايرة بيضة نعملها خشبة بيضة هي، بس حاجة صغيرة كده، لكن هناك كبيرة جدا متر ونص. فالحاج لما بيجي يطوف ما يدخلش هنا، لو دخل عند الحجر ده الحاج الطواف بتاعه ايه؟ فاسد. لابد ان يطوف خارج هذا الحجر، فيطوف يطوف يطوف هيجي عند الركن ده. الركن ده اسمه الركن الايه؟ الركن ده اسمه الركن الشامي او الغربي، لمواجهته لجهة الشام ولانه يقع غرب الكعبة. يكمل الحاج دورته في الطواف فيأتي عند هذا الركن. هذا الركن يسمى الركن الجنوبي او اليماني. الركن ده الركن الجنوبي او الايه؟ اليماني. والعرب تسمي كل جنوب يمان، يعني اليمن جهة اليمن كده هوت وجهة الجنوب. يبقى احنا كده عندنا كم ركن للكعبة؟ أربعة. نقول مع بعض، الركن الشرقي أو ركن الحجر الايه؟ الأسود، الركن الشمالي أو العراقي، الركن الشامي أو الغربي، الركن اليماني أو الايه؟ الجنوبي. الكعبة بها ركنان أساسيان من أصل الكعبة، وهما هذان الركنان، الركنان الجنوبيان. الركن ده ركن الشرقي اللي بيه الحجر الأسود، والركن اليماني أو الجنوبي. وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يطوف بالبيت كان يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود. يعني إيه؟ النبي يبدأ الطواف من هنا، أول ما يقف عند هذا الحجر يشير إليه ويقبله، تمام؟ ثم بعد ذلك يطوف الدورة كاملة، ولما يجي عند هذا الركن يستلم هذا الركن. ولماذا كان يستلم هذا الركن؟ لأن هذا الركن وهذا الركن، الركنين دول من أصل الكعبة. أما الركنان دول الركن الشمالي والركن الغربي دول ليس على قواعد إبراهيم. ليه ليس على قواعد إبراهيم؟ لأن المفروض كانوا يتبنوا كده هنا وهنا، فكان الحجر ده المفروض يدخل إيه؟ داخل الكعبة. طب وليه خرجوه بره؟ لأن في عهد قريش لما حبوا يبنوا الكعبة بعد ما هدموها قالوا يا جماعة إحنا مش هنبني إلا بفلوس إيه؟ حلال 100%، لا ندخل في بناء الكعبة مهر بغي ولا أموال ربا ولا أموال فيها مظلمة لأحد. فجمعوا الفلوس اللي هي بالشكل دي كانت قليلة، فيدوبك بنوا الركن ده والركن ده وبنوا شوية وما قدروش يكملوا يخلوا الحتة دي داخل الايه؟ الكعبة، فخرجوها برة. ولذلك الحجر هذا من داخل الايه؟
الكعبة. فمن صلى داخل الحجر فهو داخل الايه؟ الكعبة. ومن طاف داخل الحجر فقد طاف داخل الكعبة فقد فسد حجه. تمام؟ كده عرفنا الأركان الايه؟ الأربعة. تعالوا نتكلم شوية عن الحجر. الحجر دول صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجر ده اسمه حجر إسماعيل مجازا. تمام؟ وتجوز الصلاة به في النافلة ولا يجوز الصلاة به في الفرض. يعني الفرض لازم تصلي بره، لكن النوافل ينفع تصلي داخل الايه؟ ينفع داخل تصلي السنن، يعني من قصدي السنن، النفل هي السنن، تصلي داخل هذا الايه؟ هذا الحجر. تعالوا نكمل شرح الكعبة. ده اسمه الميزاب. اسمه الايه؟ الميزاب. يعني ايه ميزاب؟ حاجة كده هوت لما المطرة تنزل، المفروض يعني لما المطرة تنزل بيزوفوا المية كده وينزل من هذا الميزاب ويوضع كده على الأرض، توضع المية على الأرض. وكان هذا الميزاب مصنوعا من الخشب إلى أن أهداه السلطان عبد الحميد إلى مكة المكرمة وهو من الذهب الخالص. هذا الإيه؟ هذا الميزاب. أيضا من مكونات الكعبة ده اسمه باب الكعبة. الحتة دي اسمها الملتزم. ما بين الحجر الأسود وما بين باب الكعبة اسمها الإيه؟ الملتزم. لا، لأن من التزم هذا المكان ودعا الله عز وجل استجيب دعوته. هذا الركن المكان ده اسمه المستجار، لأن من يقف هنا ويستجير بالله تعالى ويدعو الله تعالى يستجيب الله عز وجل دعاءه ويجيره. الحتة اللي تحت دي اللي أنا عاملها هنا ده كده بالشكل ده كده اسمها الشاذروان. ايه الشاذروان؟ ديت بقايا الأبنية السابقة. الكعبة بنيت عدة مرات، فكانوا بياخدوا أحجار من البناءات السابقة ويضعوها في أسفل الكعبة، اسمها الشاذروان. دي لغة تقريبا تركية وليست عربية. فمن طاف بالبيت ووقف على هذا الشاذروان اللي هو الحجارة اللي بتبقى على آخر الكعبة دوت فقد فسد طوافه، لأنه طاف بجزء من داخل الايه؟ الكعبة. هنا كده هوت في الحتة دي كده حاجة اسمها المعجنة. ايه المعجنة؟ دائرة كده بين شوية كده. المعجنة ديت قيل إن إبراهيم عليه السلام كان يعجن فيها الميلاط عندما كان يبني الكعبة المشرفة. أيضا الركن اليماني ده في عهد السلطان مراد خان انكسر جزء منه، فقاموا بعمله بالرصاص، ولذلك تتلاقي في الركن اليماني ده في تكسير كده خفيف معمول بالايه؟ معمول بالرصاص. في حاجة اسمها الحطيم. ما هو الحطيم؟ الحطيم سمي بذلك لأن الناس يحطم بعضها بعضا في هذا المكان. قيل الحطيم عدة أقوال، ما بين الحجر وما بين المقام. ده مقام سيدنا إبراهيم بالشكل ده كده، يعني تلاقي مقام سيدنا إبراهيم محاذي للحجر كده بالشكل ده. فقيل هو ما بين الحجر الأسود وما بين الايه؟ المقام. الحتة دي اسمها الحطيم. وقيل هذا القوس، الحتة دي كده اسمها الحطيم. وقيل كل المنطقة دي من أول الحجر إلى المقام إلى إيه؟ إلى الحجر، كل الحتة دي اسمها الحطيم، وهي منطقة مباركة. قيل إن بها 99 نبيا دفنوا في هذا الإيه؟ في هذا المكان. عند هذا الخط أو هذا الركن يقابله بئر زمزم في هذه الإيه؟ في هذه الجهة. هنا عندما تدخل في باب بيخليك تدخل داخل الايه؟ داخل الكعبة. وعندما تدخل داخل الكعبة تجد ان بداخل الكعبة ثلاثة أعمدة خشبية من الخشب النادر، وضعه الخليفة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما كان حاكما وخليفة على الحجاز. هذه الأعمدة الثلاثة بها أسلاك موصلة لبعضها بهذا الركن وبهذا الجنب وبهذا الجنب. وفي هذه السلاسل هدايا
وتذكارات كانت مهداة إلى بيت الله الحرام، فهي في داخل هذا المكان. بداخل الكعبة المشرفة رخام معمولة بالرخام أو منقوشة بالرخام، وأيضا بها ستارات وردية مزخرفة بالمنطقة كلها. في عندما تدخل تجد هذا الركن، الركن الشامي، الركن المغربي أو الغربي على جهتك اليمنى، وبه باب يدخلك إلى أو يطلعك إلى أعلى المكان. آخر معلومة نقولها، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى أن تهدم الكعبة وأن يعيدها على بناء إبراهيم عليه السلام. يعني يعمل إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن الكعبة تهدم ويدخل فيها الحجر، فالحجر ده كله يبقى إيه؟ يبقى جواها، وأن يجعل لها بابين. دلوقتي لها باب واحد اللي هو فوق هنا ده كده، لا، كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها بابين، بابا شرقيا من هنا وبابا غربيا، حتى يدخل الناس جميعا داخل الايه، داخل الكعبه. اللي حب يدخل ما يدخلش. طب هم ليه عملوا لها باب واحد وخلوه عالي قوي هنا كده اهوت؟ ليه؟ حتى القرشيين لا يدخلوا احد داخل الكعبه الا من ارادوا، فاذا تسلق احد الكعبه من غير ما يقول لهم دفعوه فوقع فانكسر او اصيب. فلئلا يدخل أحد داخل الكعبة إلا من أرادوا بنوا لها بابا واحدا. ولكن لما عمل كده عبد الله بن الزبير زي ما قلنا قبل كده، جه الحجاج بن يوسف وهدم الكعبة، وعبد الملك بن مروان عرف كده هوت، فحب يعيد الكعبة مرة تانية، فقال له مالك أو تقريبا أبو جعفر المنصور، خلافات في الروايات، لا تجعل هذا البيت ألعوبة بين أيدي الملوك، فظل على حاله كما هو. أيضا آخر حاجة خالصة، الكسوة، كسوة الكعبة كانت مرة بالأبيض، الكعبة كانت بتكسى باللون الأبيض، ومرة كانت تكسى باللون الأخضر. قال ابن جبير: لقد شهدت الكعبة مكسوة بالأخضر، ومرة كانت تكسى بغير ذلك، حتى كان في عهد السلطان قلاوون فكسيت باللون الأسود، كسيت باللون الايه؟ الأسود، وظلت إلى هذا الزمان تكسى باللون الأسود. واللون الأسود أصله من حرير، أصله من حرير أبيض، ثم بعد ذلك يوضع في مصابيغ وفي محاليل وأشياء معينة كده هو حتى يصبغ بالسواد، إلا الجزء الجنوبي ده تتلاقيه حرير أبيض صافي خالص. وأيضا الكتابة التي تكتب بالذهب، التي تكتب على الكعبة بصناعة اسمها صناعة الصرمة، فصناعة الصرمة هذه تجعل الذهب قشيرات كده هوت، فيكتب بالذهب وتطرز الكعبة بالذهب، وتصرف عليها الأموال الطائلة، لأن هذا البيت بيت معظم. في الكعبة بها باب من الذهب الخالص، وهذا الباب الذي من الذهب الخالص، طب لو انتوا فاكرين احنا كنا بنتكلم في الخطبة السابقة ان قبيلة جرهم كان لديها غزالتين ذهبيتين، وكان لديها دروع وصفائح ذهبية، هذه الصفائح الذهبية وهذه الدروع أذيبت بعد ذلك وصنع منها هذا الباب، وبدأ يتعظم هذا الباب ويتشكل على مدار التاريخ، درجة أنه دلوقتي هذا الباب بيوزن لوحده 120 تقريبا كيلو جرام من الذهب الخالص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا يا ربي حج بيتك الحرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفر فانا مع الابرار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.